لنفهم أكثر ما هي هذه التحديثات التي قدمها تشات جي بي تي لمستخدميه وكيف يمكن الاستفادة منها وما هو المتوقع في المستقبل القريب من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في تقنية المعلومات والويب 3 أيمن عيتاني. أهلا بك معنا أيمن. إذا يعني تشات جي بي تي يسمع ويرى ويتكلم، ما هي هذه الخاصية الجديدة من روبوت الدردشة؟ كيف يمكن أن نستفيد منها؟ كيف يمكن أن نستخدمها؟ هلا هو الذكاء الاصطناعي عم بيأثر على كل المؤسسات، إذا هي تعليمية، مؤسسات حكومية، التأمين، التجارة، كلها يعني كل هالمؤسسات عم تتأثر بالذكاء الاصطناعي. صحيح. والتحسينات اللي عم تكون الذكاء الاصطناعي عم بتخلي يكون بيلعب دور أكبر بيومياتنا. هلا لما يقدر الذكاء الاصطناعي يقدر يحلل صوره، فبيقدر حيلا شخص او مؤسسه ياخذوا صوره لحيلا منتج وبيعمل تحليل له انه شو مشاكله وشو ناقصه، اذا في برغي ناقص او فيه شيء بده تغيير ينعمل فيه، او اذا كان صوره شخص فينا نحلل مين هذا الشخص، شو معلوماته، او اذا كان مثلا يعني نحن مسافرين شي محل وشفنا يعني قائمه طعام بلغه ثانيه، فينا ناخذ الصوره بحللها وبغيرها بترجمها وبيقلنا صور الاكل وشو معلوماته وكل شيء. فهذه التحسينات بتخلي يكون في له تطبيق يومي واستعمال يومي أكثر وأكثر. نعم، التحديث الثاني أعلن عنه تشات جي بي تي Input Token Size، لغة نحن ما بنفهمها، يعتمد على حجم رمز إدخال أكبر بكثير من اللي كان يعتمد عليه من قبل. ماذا يعني ذلك؟ كيف سيؤثر على تجربتنا على هذه المنصة؟ هلأ سمعت شات جي بي تي، عادة نحن بنسأله كم سؤال، يعني نكتب كم سؤال. صحيح. بعدين مع الوقت عم نشوف النتائج منيحة، فبنقول نحن شفنا مقال على الإنترنت، بنحط هالمقال بشات جي بي تي، في ناس عم تطلب بدها معلومات أكثر، بدها تعطيه كتاب كامل 600-700 صفحة، بالأول ما كان بيحمل، هلأ عم بيكبروا الساعة تبعه ليقدر إنه أوكي بدك تعطيني ادرس أكثر 600-900-1000-2000 صفحة. فهذا الانبوت توكن سايز عم نحكي نحن عنه، إنه يكون في يقدر استيعاب الطلب أكثر، فهذا بيحسن لقدام استعمال. نعم. أيضا بهذا الإطار بزوم بصب كمان، صار تشات جي بي تي عم بيتصفح الإنترنت بعد ما كان بيعتمد على ما قبل سبتمبر 2021، هذا تغيير كبير فينا نعتبره بهالمجال، بمجال البحث تبعه. هلا قسم أساسي من المعلومات اللي عنده إياها تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي عادة عم بيكون عن الإنترنت، يعني بيدرسوا كل الإنترنت وبيحللوها. هلا يعني بتشات جي بي تي كان كل شيء قبل سبتمبر 2021 دارسه، هلا عم نجيب تحسينات عم يكون لا يعني في يوصل الانترنت اليوم، يعني مثلا اذا في موضوع بالاخبار حابين نفهم عنه تحليل انه حل ليش هالمشكله صارت شو عم بيصير، ما في يعرف، لانه بيقول لك انا بعرف ل 2021، بس بصير حدث الانترنت بيقول لك لا هذا الخبر صار، انا درست هالمعلومات وعم بقول هذه هي النتيجه. اذا كان فيكم موضوع بالاخبار، فيكم موضوع مثلا ايفون جديد، شو الفرق، في انا عندي ايفون 13 وفي ايفون 15، ارن لي بين اثنين وشو رايك شو لازم اعمل، بيخبرك. فقبل هلا ما كان في يقدر يحدث بهالطريقه، تطور سريع بوقت كتير قصير بتلاقيه. انا سمعت يعني واحد يعني المدير التنفيذي تبع اوبن اي، يعني هن من المؤسسين تشات جي بي تي، عم بيقول انه بالتحليل يعني بالتحديثات اللي عم بتصير سريعه لدرجه نحن بعد سنتين من اليوم ما حنعرف شو عم بيصير من اليوم، ما حنلحق. وقال بعدها بسنتين يعني 4 سنين من اليوم اكيد ما حنعرف شو هو، قد ما في تحديث كثير كثير سريع. يلي قاله هو انه كتليفونات عم يكون تحديث بسيط، صار انه عم نقدر نستوعبه مع الوقت، يعني كاميرا جديده، صوره احسن وهيك، بس لانه تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي كثير جديد بعده والتطور كثير سريع عم بيكون، من هون لسنتين حيكون شيء كثير غير. في كمان طبعا جوجل، ما فينا نغض نظر عن جوجل واللي عم بلقبوه العملاق النائم حاليا، عم بيقول انه في حكي انه بده يعمل منصه او يعني منصه ذكاء اصطناعي لحتكون اقوى بخمس مرات من تشات جي بي تي، مع العلم هو اطلق بارد وبارد اكستنشنز حديثا. عن شو عم بيحكوا بالضبط برايك او شو بتتوقع؟ هلا قد ما في طلب على الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات عم تجري عليه، لانه خلص هذه هي التكنولوجيا من هون 10 سنين حتكون رائده لتغير كل شيء. فكل هالمؤسسات الكبيرة الموجودة هلأ مثل جوجل ومايكروسوفت وأبل وغيرها بدهم يلعبوا دورهم، ما فيهم إنه إذا اليوم ما لعبوا دورهم بعد كذا سنة حيكون ما لهم دور هالموضوع، فعم بيحطوا مصاري وناس فيها. جوجل عندهم أهمية أكبر إنه يعملوا هيك، لأنه اليوم محرك البحث الأساسي عالميا جوجل. كلنا نروح على جوجل نجيب معلومات، إذا نحن عم نروح على تشات جي بي تي وغيره نجيب معلومات خلاص جوجل ما له دور. فعندهم بارد وعم بيحسنوا فيه أكثر وأكثر، فهن بيعرفوا إذا ما عملوا هذه الخطوة ما حيقدروا، وهن
اصلا يعني من 5 7 سنوات عم بيحسنوا بهي اللي عندهم هالامكانيه، بس لما صار في تشات على رواق، ولانه ما في حاجه ومصرياتنا من غير محل ما مش 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 محتاجين، بس لما يكون في خطر كبير مثل شات جي بي تي بقول لك خلص انا بدي قوي واقدر اعمل اوصل لمرحله انه ناس تجي لعندي معلومات وبعدين بيلاقوا حل للمصاري طالما الناس بعدها عم تجي لعند جوجل. صحيح. لما نحكي عن الذكاء الاصطناعي لازم نحكي عن الذكاء الاصطناعي بالامارات وبدبي تحديدا، وكشخص عندك تجربه بهذا المكان، انت بتشتغل بمؤسسات تعنى بهذا الشأن، كيف ترى هذه التجربة في دولة الإمارات وشو منتوقع بالمستقبل القريب والبعيد؟ دولة الإمارات بوابة عالمية للذكاء الاصطناعي، لأنه من 2016 لليوم عم بيكون في انتباه واهتمام كبير، مش هلأ هلأ العالم مهتم، لأنه 2022 صارت هالموجة إذا بدك، بس دولة الإمارات وعيت لها من 2016. عندك عنا وزارة مختصة، عنا قوانين، عندك في استقطاب للمؤسسات الكبيرة لتيجي تقدر تفتح من هون، لأنه ببلادها ما عم تقدر تفتح والقوانين ما عم تسمح، في قوانين عم تصنع بهذا الموضوع، في استقطاب يعني الاشخاص اللي بيعرفوا كثير بالذكاء الاصطناعي يجوا لهون. حتى سام ألتمان كان يعني هو من مؤسس تشات جي بي تي، كان بالامارات بدبي وابو ظبي مش من زمان، قال نحن ليش بهمنا الامارات؟ لانه الامارات كانت تحكي معنا ايام ما حدا كان يتعاطى معنا من 2016 17، هلا كل العالم بتحكي معنا فجاه. صحيح. الامارات كانت تحكي معنا من وقتها، فنحن كثير بهمنا موضوع الامارات. انا بدي اتشكرك الخبير في تقنيه المعلومات أيمن عتاني على المعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم، وإن شاء الله لنا لقاءات مقبلة في موضوع الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي. شكرا لك.